أنت اليوم عم تشتغلي لوحدك من دون شركة إنتاج، هل تم الحديث مع شركة إنتاج؟ صار في مفاوضات حدا؟ أنا حالياً ماضي كونترا مع شركة إنتاج اسمها RM Production لصاحبها أستاذ رجيم جبر. هي إنه شركة خاصة، منا شركة لكل فنان، يعني مثلاً مثل شركة روتانا، مع احترامي لكل الشركات. وعملنا أول غنية، أول عمل يلي هو يلا للي، من كلام أكيد ما لازم ننسى، لا موزع ولا كلام ولا شاعر ولا طبعاً. ولا حتى ملحن، لأنه لو ما منهم أصلاً ما في أغنية. وفي فنانين كتير بينسوا، وأنا منهم، بس ما فينا ننساهم لأنه هن أصلاً الأصل وهن الأساس. بدي أقول هالأغنية من كلام شاعر ريمو لطي، ألحان جهاد فرح، وتوزيع وليد أبلان. وكمان بدنا نوجه تحية للمخرج باسم مغنية على الكليب الكتير حلو يلي شفناك فيه. حبيب قلبي باسم مغنية هو خيي أول شيء، وهو أنا أنه بتربطني فيه صداقة من أكثر من 10 سنين قبل ما حتى صور معه الكليب. ووقتها قال لي مدير أعمالي أنه وقتها جاب سيرة انه باسم مغنية انه هو اللي حيصور لي الكليب، انا كنت كتير سعيدة، لانه باسم اول شي بيمثل وتمثيله رائع، وهو اول شي لانه انا اول عمل لإلي واول كليب. كمان الفنان بيكون خايف انه شو بده يمثل وكيف بده يمثل وشو بده يعمل وكيف بده يعبر عن الغنية تمثيليا. فباسم مع اني كتير عذبته لانه انا ما كتير بعرف اتعامل مع الكاميرا، مع انه في منهم يعني كلهم بيقولوا لي الحمد لله انه عندي هيدا انه كاريزما، بس باسم سهل علي كتير امور. خلاني يعني كل مقطع بمقطعه تبع الاغنية شو بدي اعمل، انه اي رياكسيون تبع وجهي. اول شيء انا كتير بدي اشكره، بدي اقول له انه يعطيه العافية، لانه لو ما منه اكيد قد ما تكون الاغنية حلوة يمكن في انه كليب اوقات بيفشلها الاغنية. بالعكس الكليب انه ضاف على، كان إضافة للأغنية جمالية. نعم ضاف عليها جمالية أكيد. كمان خلينا نسمع بهالوقت، بما أنك وجهت تحية للملحن اللي نحن كمان منوجه له تحية، الأستاذ جهاد فرح، شو حاب كمان يوجه لك هو رسالة؟ نادين صعب، يمكن أنا بالذات شهدت مجروحة فيها نادين قبل ما يكون في عمل بيني وبينها، في أول شي جيري وعشرة عمر. نادين يمكن من الأصوات اللي لازم من فترة طويلة لازم تكون من الأولين بالوسط الفني بلبنان، ولكن يمكن شوية ظروف، بس بتمنى من كل قلبي انه هلأ بتكون اجت فرصتها، وكل اللي مرق تحققه بفترة قصيرة. نادين يعني من الأصوات يلي بتعطي قيمة للفن بلبنان، ومن كل قلبي بتمنى لها تحقق اللي بذيلها. وبوعدكم انه يمكن غنية يا للي مثل ما كل العالم سمعت حققت نجاح كبير، بقى هلا بين ايدينا كمان موضوع جديد، وبوعد الجمهور بوعد نادين انه يكون شغلي بتليق بصوتها المهم، وبتمنى لها التوفيق والنجاح يا رب من كل قلبي. معكم الملحن جهاد فرح. حبيبي يا جهاد مرسي كتير. رح نسمع قبل البريك مقطع من أغنية، والتعليق عليها بيكون بعد البريك. رح نبقى دايما لبعض، لولا بكرة تركنا بعض، لولا بكرة تركنا بعض هي أكبر غلطة. بدي حبك أكتر بعد، بدي أعطي عيونك وعد، رح نبقى دايما لبعض، لولا بكرة تركنا بعض، لولا بكرة تركنا بعض هي أكبر غلطة، هي أكبر غلطة. ضروري نعلق عليها للغنية. أنا بحبها كتير هالغنية، وبحب صوت خيي وحبيب قلبي، مع أنه صار له زمان غايب عني، كنا كتير أصحاب، يمكن بحكم شغله أنا ما بعتب على حدا، بس بدي أقوله لوائل أنه أنا كتير اشتقت لك، واشتقت انك تغني لي على التليفون مثل ما دايما كنت معودني. وغنية لو حبنا غلطة وغير لو حبنا غلطة، كل اعمال وائل رائعة وعنده صوت رائع، الله يوفقه يا رب.
بعد البريك نعود لمزيد من المفاجآت اللي محضرين لك إياها نادين صعب صاحبة الصوت المسي عبر هوا صوت الغد.